بالنسبه لاخبار خويا كاين حتى بحال كنت كطيح الشمس هذاك النهار كيتبرد الحال حتى كيتبرد الحال كتلقى الاخبار شويه هنايا والراوه شويه وبنادم كيخرج. بالنسبه بالنص ديال النهار بحال هكا في نص ديال النهار كتكون ديك الحراره ما غاديش يخرج بنادم. طبيعه الحال وهذا كتشوفها بيدك تبارك الله المتنفس الواحد اللي كاين في العيون من اثار الجرادي اللي كاين اللي كتعرف الحدائق اللي كاينين داخل المدينه. المتنفس هذا زوين اللي خارج المدينه الواحد اللي كيخرجوا العائلات كيتهيو اتاي هنايا راك عارف الناس ديال الصحراوه خيرت بهم الله يعمر راس العنا الزوينين. شنقول خويا انت كتشوف الصوره هي كتعطي الواقع اللي كاين. بالنسبه للامن خويا كنبقى هنا حتى 6 ديال الصباح ما كنجي مع ديك 5 حتى ديال 6 الصباح ما عمر شي واحد شي حاجه. الامن قايم بالواجب ديالهم كاين السيكيريتي هنا قايمين بالواجب ديالهم مكلفين بالمراحيض مكلفين بالجرادي. المهم الامن من ناحيه الامن ما تهضرش على الامن الامن راه كاين الامن قايم بواجب ديالو. وبالنسبه للفكره زوينه ديال المراحيض المراحيض في المستوى وجينا نحيدوا ستريس ديال الخدمه عيطوا لي الدراري باش نجيو هذا المتنفس كان متنفس اللي هو شنقول لك عالمي متنفس مزيان احسن من دوك الاجواء ديال البحر اللي كان كاين شي عجاج تمايا وسميتو. جينا هنا متنفس كان مزيان كلشي الناس ديال العيون قبيله ديال العيون كتجي هنايا كتوقف وكتجلس وكتيي وكدير العشاء ديالها هنايا يعني متنفس صراحه رائع جدا. فضاء زين بالنسبه للدراري الصغار حتى هما كيلعبوا وناشطين مع اولاد والديهم وعائلتهم يعني العائلات كامله اللي كتجي هنايا اللي عندها الامكانيات والطوموبيلات كيجيو الناس اللي لان بعاد بعيد هذا شويه على الدخله ديال العيون يعني راه كاينه تقريبا شي 5 كيلومتر ولا 7 كيلومتر على العيون والناس كيجيو هنايا وكيتفرجوا وكيتعشاو. كاين اختلاف كبير اخويا يعني اختلاف بالنسبه للجو هنا كان جو رائع قلنا لك جو رائع ومزيان وبعيد على سميتو العجاج واللي كاين في والبرد اللي كاين خالص اللي كاين في البحر. جيت انا والاصدقاء ديالي درنا العشاء هنا وكنجيو نستمتعوا بهاد الاوقات الزوينه هنا والحمد لله كان جو زوين رائع وحسن من الشاطئ احسن من فم الواد. هنا مزيان ما كاين لا عجاج لا البرد لا والو الدراري الصغار كيلعبوا هنا مزيانين وكل شيء هنا مزيان صراحه وكاين الامن وهاد البلاصه مزيانه نقيه على الشاطئ وكاين النظام الحمد لله. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.